من التقديم للاخبار خصوصا ان الاخبار تحولت كمان فيها فيها حوارات فيها تلفونات فيها حوارات مباشره فيها سكايبي فيها كذا يعني الحوار الاخباري هي المدرسه الحديثه الان ما كان عندي مشكله لانه اصلا انا قادم للاخبار من من الحوار السياسي كنت بقدم برامج المشهد في الاداره السياسيه كان اخر حوار كان عملته مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية كان تم اختياري لهذا الحوار وبالتالي الحوار قصير في إدارة الأخبار في قراءة الأخبار بالتالي ما بتكون في صعوبة إذا أصلا أنت جاي من مدخل المذيع المحاور يعني ما كان في صعوبه طيب أوه. استاذ كمال يعني احنا كلنا يمكن اشتغلنا في الاعلام ده من بدري جدا وعرفنا يعني. الابجديات والحاجات البسيطه يعني او م. الطريقه التقليديه م. الان طبعا آه بشوف انه جات فنيات كثيره جدا وجات سبل كثيره جدا خاصه بشوف عند المراسلين يعني اساليب واجهزه جديده جدا وحديثه لو ما كان يعني في احد له درايه بكيف يتعامل مع حداثه الاجهزه وحداثه الافكار نفسها والتطوير اللي ممكن يحدث من حولك اذا كنت حتى وانت مثقف او داري بما يدور حولك ولكن زي ما قال ابراهيم السكايبي التعامل حتى مع الأجهزة هي طبعا تعليمها ما مشكله، رأيك شنو في التقنيات الحديثه وزيادتها أو, أو, او يعني كيف سقطت على الاعلام؟ طيب واحد من الحاجات المهمه عند الاعلامي بشكل عام المذيع على وجه الخصوص لابد من المواكب والتطور التطور مش في في بشكل مباشر التدريب ما بالضروره انك تتدرب في مخارج الحروف او اللغه او كذا لا التدريب غير المباشر الان هو المسيطر على المؤسسات كلها ما الاعلام بس واحده من المواكب هي الالمام بجزئيات العمليه الانتاجيه يعني انت لابد ان انت كمذيع تعرف تتعامل يعني نحن من الدورات اللي اخذناها كان ذكر مع الراحل بدر الدين حسني علاقه المذيع بالكاميرا علاقه المذيع بالاخراج علاقه المذيع بالمونتاج بالجرافيك بالبلاتو بكل مكملات العمليه الانتاجيه